عمري ما اتمنيت ان ربنا حاجه قد ما اتمنيتك. ده هديه حلو. انت ما ينفعش تجيبي حاجه ما تعجبنيش. ده بقى ما يتقلعش من ايدك خالص، مفهوم؟ مالك حزينة على روحك كده ليه؟ ما اللي حصل حصل؟ ما تجيبي حتة سرير. معاك الفلوس نعيش 5 جنيه وهديك حاجة بسرعة. خد قد 10 جنيه ومش عايزة حاجة مني. اللي معايا ده انت محتاجاه له على الاخر. بس انا مش عايزه حاجه. طب اتفرجي عليها الاول. يا عم والله ما عايزه حاجه، مش انت كلت وخدت فلوس؟ الله يرضى عليك سيبني في حالي. اسمعي بس، التوهه اللي انت فيها دي علاجها معايا هنا. هديهولك ويهديك. ما قلتلك مش عايزه. ايه؟ ايه دي؟ ايه دي بقى؟ انا مش هسيبك، بس هي محتاجه لك اكتر مني. هي هتخاف عليك زي ما انا كنت بخاف عليك. هتبقى صاحبتك. يلا بقى ما تزعليش، ما تزعليش. يلا. ايه يا عم انت؟ ايه البتاعة دي؟ انت ما تخافيش، دي طيبة وشبهك. بصي هوريكي حاجة. شايفة؟ بتحب تبدرى في الألوان. فهمت أنا قصدي إيه؟ تبداري في الألوان أنت الأخرى. أي مكان تحطي فيه
شوفي اللي حواليكي عايزين ايه. قولي. مش مهم اللي على هواكي، المهم اللي شبهه. فهمتي؟ لا ما تخافيش، دي طيبة. دي طيبة. تعلمي منها. ما تخافيش. خلي بالك منها. ها؟ خلي بالك منها. انت سايبها لي ليه؟ انت محتاجاها، محتاجاها قوي، ويا ريتك تتعلمي منها. على فكره انا اسمي عبد. يسو يسو مام حبيبي عضتني. واتس رونج يا حبيبي؟ انت كويسه؟ نو ام نوت كويسه. مش مبسوطه خالص من اللي عملناه مع سالي ده، وانت السبب على فكره. استبقت مام، احنا كنا لازم نعمل كده. دي واحده من بيئه واطيه، ثم انت حضرتك اديتيها فلوس، المفروض ان احنا نعمل ايه تاني بقى؟ مش عارف. ماما الناس دي تصعب علينا اوكي، انما تعملينا مشاكل لا. تعالي معايا الجامع يا ماما، غيري جو كده وفرفشي، ايه رايك؟ لا مش عايز، روح انت بليز. لا لا بجد روح انت، I want to stay home. اوكي بابي.